Hello everyone, مرحبا جميعا. Welcome back to my channel. لكل يلي جديد على القناة، أنا اسمي ساشا واليوم هيدا الفيديو رح يكون فلوغ. اليوم جوزي وابني طلعوا على الضيعة فأنا بقيت وحدة، البيت كله إلي. اليوم عندي كتير كتير إشياء خلصها فقلت بصور لكم هيدا الفيديو تترفقوني فيه خلال النهار. مع أنه أنا كتير بحب أقضي وقت مع جوزي وابني، بس عن جد أيام الواحد بحاجة لهيك نهار يقعد فيه وحده، وخصوصاً بس تكوني أم مثلاً بتصيري ركدي راكد بس تجهز ابنك الطعمية، يعني كتير كتير في أشياء متطلبات منك. فاليوم هيك عن جد الواحد بحاجة يعني هيك ريلاكسيشن مود. قلت أنا بخلص كتير أشياء يعني عندي إياها اليوم. أول شيء عملت نسكافيه، ما بقدر بلش نهاري إلا ما أشرب نسكافيه. أصلاً مبين صوتي شوية بعده ما كتير زابط لأنه بعدنا بكير الصبح. يعني اليوم بدي روح على السوبر ماركت بعد الظهر، بس لكل يلي عم بتابعني على الإنستغرام بيعرف أنه أنا صار لي فترة تقريباً شي شهرين عم بعتني بـ 2 stray dogs. من شي كم يوم عملت الدوغ مام عملية السبيينج يلي هي الخاصة، يعني لأنه حرام كان صار لها 5 سنين عم بتعيش حد الزبالة يعني بهونيك سايت، وكل سنة كل سنة تجيب كلاب يعني بابيز، وكل مرة تخبصن سيارة. فأنا قلت خلص يعني لازم نعملها العملية، فنجحت العملية وكل شيء تمام، وصار لهم كم يوم هلأ بوردينج عند الفيترينير. والتنين يعني بعد شي 2 days، بعد بكرة رح اخدهم لعند boarding facility هيك تا يكونوا هونيك سيف ويكونوا مبسوطين ويلعبوا، تكنا رجعنا لقينالهم بيت يعني لكل وحدة. بس عن جد مبسوطة انه قدرت غير لهم حياتهم، لانه حرام يعني ما قدرت انه خليهم هونيك، يعني مطرح ما كانوا عايشين كانوا عايشين بالزبالة. كنت عم ضلني كل يوم يعني جيب لهم أكل ومي وهيك، وفي كمان عندي شخصين كمان عم بيضلوا يتابعوا الكيس معي، في بنت تانية كانت كمان عم بتطعميهم وتضل كمان تطل عليهم، أنا أيام طل وهي كمان تطل. انبسطت يعني عن جد إنه قدرنا نغير لهم حياتهم إلى الأفضل. سو من بعد ما شربت النسكافيه رح أعمل ميك اب خفيف، لأنه عارفة حالي اليوم بعد ما خلص من عند الفيت راجعة جاية كمان كرمال غير تيابي، لأنه أكيد الدوغز عرفتوا أنه رح يفزوا علي وهيك، وتا كرمال أخذ دوش وأرجع مزبوط جهز حالي لأنه بدي أحمم شعراتي. فبالأول رح أعمل ميك اب خفيف تا أقدر بلش نهاري، بحس هيك حالي مرتاحة مرتبة كمان. وقبل ما بلش بهيدا الفيديو ما تنسوا انه تعملوا سبسكرايب للشانل، اشتركوا بالقناة تتساعدوني كبرها اكتر واكتر، وكمان تابعوني على الانستغرام تضلكن up to date بيومياتي. ويلا لنبلش الفيديو. ما بعرف ليه بس كل ما بدي اعمل الايلاينر بحبس نفسي، بصير هيك مين مثلي. منيح زبط، بس يكون زبط الايلاينر يعني رح يكون نهار منيح هوبفلي. بعد فيه بس ماسكارا وبكون خلصت. هيدا الميك اب مشي اخذ معي يمكن شي 5 دقايق بس، اصلا يعني معوده انا دغري تك 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 بعملهم هيك يعني. بس بدي اخبركم انه هيدي The Falsies Lash Lift ماسكارا من ميبيلين هي الوحيده يلي بتعطيني رموش كثيفه وعاليه، لانه رموشي انا كتير كتير قصار وبيضلوا طابين نزول. صرت مجربه كتير كتير انواع ماسكارا ولا وحده كانت ظابطه علي الا هيدي. فلكل يلي رموشهم قصار مثلي بنصحكم فيها هيدي الماسكارا، ورح اكتب لكم اسمها بالدسكربشن بيلو. سو هيك طلع الميك اب، اخر شيء ميك اب ناعم يعني خرج كل يوم. عم بعمل هلا ترويقتي بس لاكل بسرعه ودغري ارجع اروح لعند الفيت. عملت ساندوتش يعني جبنه على السريع فرح اكلها وبشوفكم بعد شوي.
سو خلصت الترويقة وهلأ ماشية لعند الفات. بس بدي أقلكم إنه هيدا السيلفون هولدر فاينلي قدرت لاقي مثلها. هي بتتثبت على الإزاز تبع السيارة. كان صار لي فترة عم نبش على شيء هيك ما عم لاقي أبدا. ففاينلي thank God يعني إنه آخر شيء لقيته لأنه هيك تقدر أصور لكم أنا وبالسيارة، لأنه كان في عندي وحدة بس انكسرت. فصار لي تقريبا 3 أشهر، بتتخيلوا 3 أشهر بدون سيلفون هولدر كرمال السيارة. دي أتشوف إذا بتتركب. زودت من شوية، طلعت على الراديو غنية لفرقة اسمها مارون 5. في ناس بتعرفها في ناس لا، بس هي معروفة عالميا. يعني الفكرة هي انه الليد سينجر تبعهم يلي هو اسمه آدم لافين، من شي كم يوم طلعت فضيحة انه خاين مرته. هلا هو كان عم بيقول انه منه خاين مرته جسديا، يعني كان عم بيقول انه بس باعت مسجز يعني غزل وهيك لغير نسوان، بس انه ما قصده شي فيهم. ما قصده من شي كم يوم كمان انعرضوا هول المسجز اونلاين. يعني عن جد انا قد ايه كنت احب هيدا الفرقه. هلا بس حطوا الغنيه على الراديو وصار يغني هو، لا شعوريا يعني سكرت الراديو، لانه عن جد ما بدعم هيك شيء، يعني شخص خاين مرته، وخصوصا انه هلا مرته حبلي بثالث ولد. يعني تتخيلوا الشوك يلي هي حاسه فيه هلا. وبدي كمان اسالكم، اذا في حال حدا خانكم ترجعوا له؟ انا شخصيا لا، لانه اللي بيخون مره بيخون كذا مره، والشخص اللي بطبيعته بيخون ما بيتغير. يعني ما تجربوا تغيروا حدا وممكن يتغير شو، لا. فعرفوا نقوا الشخص عن جد الصحيح، لانه عن جد الخيانه كتير كتير بشعه. يا برني شطوره العبه اللوسه، يا برني الشطوره، يلا لازم لحمام، رح يحمموها التنين هي وامها. ديلكسا يا برني، لوين رايحة؟ لوين؟ لوين رايحة؟ لكوسة الحلوة، لكوسة الحلوة. ايه شو حبيبي، يلا تعال يلا تنتمشى سوا. ايوة يا برني، شطورة شطورة الجمال الجمال. سو خلصت هلا من عند الفات ولعبتهم لأليكسا وآليس، كتير منيح هني مبسوطين. والتنين رح يحممون كرمال تا هيدا ارجع اخدهم التنين الصبح على البوردينج فاسيليتي. هلا بعدني واصلة على البيت وبدي اتحمم، لانه ليكو كمان هون نطوا علي الكلاب وجويوني، وانا اصلا عارفة انه رح يرجعوا يجوني. فمشان هيك قبل ما امشي دورت الاذان، قلت انا هيك بس لاجي على البيت دغري فوت اقدر اتحمم. واكيد ما بروح لعند اي فات الا ما بجيب لهم تريت لكلابي مغنجين. هلا اكينو طلع على الضيعة مع جوزي وابني، فهلا بقيوا معي ميلي وجود. رح اعطيهم هول التريتس، هولي صغار يعني تتقدر ميلي، خصوصا ميلي لانه بيشون صغيرة تتقدر تاكل منهم. يلا تعي 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 تعي، يلا جود عادي نيمي، يلا خدي تريت ميلي صحتين، يلا اطلعوا ايه اطلعوا، برافو. كنت مقررة على أساس بالأول بتحمم وبرجع باكل، بس رجعت فكرت فيه أنه أول شيء كتير كتير جوعانة، قلت خليني أول شيء أتغدى وأرجع من بعدها فوت أتحمم. وهلأ الساعة 12 وربع، يعني قبل الساعة 2 ما بتنقطع الكهرباء عندي، فقلت أنه معي شوية وقت، لأنه مثل ما قلت لكم بأول الفيديو أنه بدي أحمم شعراتي، فهيك مثلا نخلص اقدر انشف شعراتي قبل ما تروح الكهرباء. وعطول عطول بعمل سبق مع الكهرباء، نحنا بلبنان هاي هي الحالة، يعني الواحد بده يضله راكد راكد بس ليخلص اموره قبل ما تروح الكهرباء عنده بالبيت. بصراحة تعودنا، يعني صارت هي حياتنا اليومية، شو بدنا نعمل. تعال
بتعرفوا شغلة بلبنان كله ما بقى في شيء أطيب إلا الهوم ميد برجر. يعني عن جد بس الواحد يعمل البرجر هو بالبيت أول شيء بيعرف شو عم بيحط إنجريدينس بقلبه وبيتأكد إنه كل الإنجريدينس يكونوا فريش. يعني الأكل اللي برا عن جد أول شيء ما عم بيكون طيب وزيادة عم بيكون غالي. سو قبل ما فوت اتحمام رح احط هيدا الماسك يلي اسمه هو Butter Me Hair Mask من افران على شعري من هون لعند اطراف الشعر ورح خليه ربع ساعة قبل ما ارجع فوت اتحمام. هيدا الماسك حكيت كتير كتير عنه خصوصا بالفيديو تبع الهير كير روتين، كتير ساعد لي شعري تا يرجع صحي لانه انا كنت صبغة شعري بلاتين، يعني لهالدرجة كان شعري damaged. فبظرف كم شهر ليكو رجع شعري كله حيوية. فهول البرودكت عن جد خلصوا لي شعري كرمال هيك ما عم بستعمل غيرهم، وليكو الحيوية اللي بشعري واللمعان الحلو. يلا رح احط منه هلا، ريحته عسل بتجنن. ليكو شو رح احط شوية على ايدي وبلش مده على الشعر من هون لعند الأطراف مثل ما ذكرت، ما بتحطوا على فروة الرأس. هلا هن افران عندهم اويل، انا عادة بستعمله على فروة راسي بعمل فيه مساج، هيدا كتير ساعد لي كمان انه يطول شعري اسرع ويصير كثيف اكتر. بس لانه اليوم هلا مش رح لحق احسن ما تروح الكهرباء فرح استعمل بس الهير ماسك. في مرة جيت لانشف شعري على القد خلصت ورحت الكهرباء. ان شاء الله ما اليوم يصير هيك، يعني ان شاء الله لحق واكون مرتاحة بوقت شوي. سو رح خليها هلا ربع ساعة وبهالوقت رح اجهز تيابي اللي بدي البسهم بعد ما خلص الشاور. سو هن تيابي يلي قررت البسهم بعد ما خلص الشاور يلي هن جينز بيجي هاي ويستد مع هيدا البيسك توب يلي هي لونها نيود، وكمان هيدا تشين نكلس مع الهوب ايرينجز. انه شي بيسك لانه بصراحة هلا باقي شوي بالبيت يعني قبل ما بعد الظهر روح على السوبر ماركت. A few moments later. يعني عن جد احلى شيء الواحد بس يتحمم بحس حاله مرتاح كتير. قبل ما نشف شعراتي رح استعمل بالاول هيدا الفلفت سيروم من افران، هيدا بيساعدكم على تخفيف التنوبر من الشعر بس تنشفوه ايام الشعر بينكش هيك، فهيدا بيمنع هالشي وكمان بيعطي لمعان كتير حلو. وليكو انا بستعمل كمية صغيرة كتير، ما تستعمله كتير لانه بيصير يزيد الشعر، يعني شوية بس. ليكو كيف بقطعه بالشعر بس هيك. وهلا رح انطر 5 دقايق قبل ما اعمل سيشوار. وكمان كان بدي لكم شغله انه ما تمشطوا شعركم هو ورطب، لانه الشعره بتكون هي ورطبه بتكون باضعف حالاتها، فنشفوا شعركم ومن بعدها مشطوا. And done. خي لحقت نشف شعري على القد وهلأ رح ارتاح شوية قعد واحضر شوية يوتيوب بعد بتسلى شوية relaxation mode قبل ما روح على السوبر ماركت، لانه عارفة انه كتير رح يكون في شوب. يعني هلأ الطقس منيح بس كله ركض بركض، يعني اكيد رح يكون في شوب، فهيك خليني هلأ ارتاح شوية هيك اتنفس وبرجع بشوفكم بعد شوية. 2 hours later. تتخيلوا صار لي من الساعة 3 بأجل الروحة على السوبر ماركت، صارت هلأ الساعة 6:30، قلت خلص لازم روح لأنه عايزين غراض للبيت، فهلأ بعدني واصلة ورح بلش شوبينج للبيت. المشكلة إنه جوزي بالضيعة، يعني ما في مين يساعدني بالغراض بس أوصل على البيت، فرح أضطر أحملهم كلهم أنا يعني وأضبهم كمان أنا. Wish me luck. هول الشاور جل منزلينهم بيزلاين جديد، هني منزلين على واترميلون فريش باين اكزوتيك بابايا كول اناناس اند لافندر. عم فكر بركي باخد هيدا الاكزوتيك بابايا تنتشم ريحتها شوف اذا حلوة. وفي كمان كوكو فانيلا حلوة. منزلين كمان ليمون مينت
ريحتها روعة. اوكي سو اخذت البابايا وراح اخذ هيك كمان. اميزنج واو. قديه بحب بيز لاين. انا كل ما يبطل عندي فيشل داي كريم برجع بجيب منه هيدا. بعقد بيعطي جلو كتير حلو. هولي كتير طيبين. جونج اسمون ما في ناس كفه. ما لقيت غير هيدا. 1 hour later. فاينلي خلصت ليكو. هو كلهم انا بدي احملهم على الدرج لانه كمان بلبنان ما في كهرباء كرمال الاسانسور. يلا خلينا ارجع على البيت. تعبت عن جد. الواحد بيستوي بس يروح على السوبر ماركت. تتخيلوا رحت عدو ورجعت على عتمه. اللي خلصت وخلصت ما بدي ضبهم يا الله. سوهن الاغراض كلهم. هلا بدي اقعد ضبهم كلهم. تتخيلوا برمت السوبر ماركت كلها بس للاقي نسكافيه 3-in-1. لقيت هيدا الساشيه كانوا دحشينه هيك بالاخر. مدري كيف شفته يعني. فطلع لي واحد بس نسكافيه ساشيه. ما بعرف كيف بدي اجيب هلا كيس كبير يعني كرمال يقضينا الشهر لانه انا وجوزي كتير كتير بنشرب نسكافيه. تضلني واعيه. وجبت اليوم الي تدلل حالي. جبت هيدي البيتزا هيك لحطها بقلب الفرن واقعد هيك على رواق بركي بحضر شي موفي. وكمان جبت هيدا التشيبس يلي بيجي على طعمه هاني ماسترد. قلت بجربه. وهيدا هو الداي كريم يلي قلت لكم عنه من بيز لاين. اسمه كريم النهار لومي ماكس. هيدا بعقد بيعطي جلو رهيب. ما بغير عنه ابدا. ولانه يلي عندي قرب يخلص يعني بعد بضايقني 3 ايام على القد. فقلت انا منيح ثقبت هلا رحت على السوبر ماركت. واصلا بقلب السوبر ماركت مثل ما شفتوا عم بيبيعوا كل البرودكتس من عند بيز لاين. واحسن شي عملته هو انه جبت قبل يعني هول الستورج باسكتس هول كرمال تقدر انظم فيهم الخضره والفواكه اللي بدي احطهم بالبراد. كتير كتير مهمين هول. ليكو شو صاروا مرتبين هيك اسهل عليكم بس بدكم تستعملون. خلينا نشوف كيف شكل هالبيتزا. يومي. وكان بدي اقلكن عن هول بيعقدوا بيعقدوا عن جد. واو ليمون مينت جاد جبته. وجبت كمان الاكزوتيك بابايا. وفي وحده كمان بظن اسمها شوكو شي وقتها كتير كتير كمان حلوه. بس انه قلت انه بجيب 2 مش رح جيب 3 يعني هالشهر. الشهر اللي جاي بركي بجرب هديك. وانا اصلا بستعمل كل البرودكتس من عند بيز لاين خصوصا كرمال وجهي يعني. وشي روعة روعة عن جد. كل البرودكتس عندهم بعقده. وزيادة عن هيك انهم اورجانيك فهيدا بلس يعني عن غيرهم من البراندز. ونسيت لكم انه جبت هيدي التراي يلي بقدر اعمل فيها كب كيكس مثلا لانه عم شوف كتير ريسيبيز بتشهي بس ما كان في عندي منها هيدي التراي. فهلا رح اعمل كتير كتير اشياء طيبة فيها. تنتا شيل هيدي عنا. Very nice. بتساع هيدي 6 pieces. كتير منيحة بالنسبة أنا وجوزي وابني يعني 3 أشخاص إذا كل واحد 1 or 2 يعني cupcakes. كانت ويت عن جد تكرمال أعمل إشياء كتير طيبة فيها. أولا لا شكلها بشهي. وهلأ بما أنه صارت البيتزا جاهزة رح أقعد أكل عروي وأحضر شي موفي. وهون بتكون نهاية هيدا الفلوغ. إن شاء الله تكونوا حبيتوه. وقبل ما تفلوا ما تنسوا أنه تعملوا سبسكرايب للشانل. اشتركوا بقناتي ساعدوني كبرها أكتر وأكتر. وإذا حبيتوا هيدا الفيديو كمان كبسوا لايك. وأكيد تابعوني على إنستغرام تضلكن up to date بيومياتي. وإذا حابين تشوفوا هيدا النوع من الفيديوز بعد اكتبوا لي بخانة التعليقات. وبشوفكن بالفيديو اللي جاي. يلا باي.